اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى حلقه جديده من برنامج المنصه. حصل منتخبنا الوطني على رصيد مفتوح من الاخفاقات في السنوات الاخيره، فقد خرج من اخر بطولتين من كاس الخليج بدون نقاط ودون ان يحرز اهداف في مرمى خصومه. يوم امس تكرر المشهد للمره الثالثه، اذ خرج المنتخب الوطني من بطوله كاس اسيا التي تاهل اليها للمره الاولى في تاريخه والتي نظمت في الامارات بهزائمه الثلاث من منتخبات ايران والعراق وفيتنام، مودع البطولة دون أن يحرز هدف واحد في شباك خصومه، فيما استقبلت شباك منتخبنا الوطني 10 أهداف. التدهور الملحوظ والكبير في أداء منتخبنا الوطني يعد في نظر البعض أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والإخفاقات الرياضية التي تكبدها المنتخب، ويقرنها البعض بالإخفاقات الاقتصادية والسياسية التي تكبدتها البلاد أيضا. انقسم الجمهور في تحميل مسؤولية هذا الإخفاق، فمنهم من أرجعه إلى الفساد الإداري في المؤسسة الرياضية ابتداء من اتحاد كرة القدم وصولا إلى وزارة الشباب والرياضة والقائمين عليها، فيما ألقى آخرون أسباب الإخفاق على عاتق المنتخب ولاعبيه. برأيكم من يتحمل مسؤولية إخفاق المنتخب في كأس آسيا؟ عن هذا الموضوع ستكون حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، ونتابع التقرير قبل أن نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول الموضوع. في كرة خطيرة هنا تسديدة بلا هدف ذهب وعاد، مشاركة ضعيفة بدا عليها المنتخب اليمني الذي خاض مشواره الرياضي لأول مرة منذ عقود في بطولة كأس آسيا التي نظمت في دولة الإمارات. ثلاث مباريات خاضها المنتخب الوطني ولم يخرج منها بغير الهزائم، 10 أهداف في شباكه وصفر في شباك خصومه. إخفاق قسم جمهور المنتخب إلى نصفين، فمنهم من حمل أسبابه للاتحاد الذي يرأسه منذ سنوات عديدة تاجر النفط أحمد العيسي وكذلك وزارة الشباب والرياضة. التقصير من جانبهما في تجهيز المنتخب لمثل هكذا بطولات وعدم الاهتمام باللاعبين من خلال صرف مستحقات وعدم تعيين مدربين أكفاء يساعدون على رفع كفاءتهم وجاهزيتهم، بالإضافة إلى توقف الدوري المحلي بسبب الحرب. أما النصف الآخر من الجمهور فقد حمل لاعبي المنتخب كل أسباب هذا الفشل بشكل رئيس. ورغم انقسام الجمهور في تحميل أسباب الإخفاق، إلا أنهم اشتركوا في حمل خيبة الأمل التي علقوها على المنتخب في هذه البطولة. يعيد آخرون أسباب الإخفاق إلى تواجد المنتخب ضمن مجموعة تضم منتخبات قوية هي الإيراني والعراقي والفيتنامي الذين يسبقون تصنيف المنتخب اليمني بعدة خانات على قائمة تصنيف المنتخبات في قائمة الفيفا. لكن هذا السبب لا يعد كافياً أو مقنعاً لدى الكثير، كون الهزائم التي تلقاها المنتخب الوطني من المنتخبات المذكورة كانت مرة وقاسية، إذ استقبلت شباكه 5 أهداف نظيفة، 3 منها كانت في النصف الساعة الأولى من المباراة الأولى له. المباريات التالية لم تكن أقل مرارة على المنتخب اليمني وجمهوره من المباراة الأولى، إذ تلقى 3 أهداف من المنتخب العراقي ثم هدفين بركلات ثابتة من المنتخب الفيتنامي، ليعود المنتخب الوطني كما ذهب خالي اليدين إلا من حقائب اللاعبين وخيبة أملهم. إذن تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة حول إخفاقات منتخبنا الوطني لكرة القدم في مشاركاته الخارجية. اتصال يوسف النجر من تركيا، أهلا بك يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام يوسف. برأيك من يتحمل هذه الإخفاقات المتكررة لمنتخبنا الوطني؟ والله احنا الوعود يعني سمعناها كثير من الاتحاد العام وسواء من وزاره الشباب والرياضه، لكن نحن لا نحمل اللاعبين، لانه حتى اللاعب اذا تم اختياره وهو ليس جدير باللعبه فهو المسؤول عنه هو الذي تم اختياره. انا احمل الشيء الكبير هو الاتحاد العام، لانه حتى لو نتكلم عن العيسي وعن مثلا الشيباني وعن باشنفر، يعني لدرجة أنه كان المعسكر في قطر وبخلال يعني بين ليلة وضحاها يتحول المعسكر إلى السعودية، يعني والمباراة التجريبية التي أجريت مع الـ مع الـ مع أندية من الدرجة الثانية والثالثة يعني في ماليزيا. يعني لو كان بقي المعسكر في قطر كان المنتخب سيفوز برأيك؟ كان يعني كان ليسوا مطالبين بالفوز على إيران أو مثلا الفوز على العراق، لكن كان في أمل نحن نفوز على فيتنام ونتأهل. يعني امس احنا لما نتفرج بعد نهايه المباراه شفنا جماهير تبكي بكاء يعني بحرقه. يعني تخيل فلتوا اعمالهم واخذوا مواصلات وقطعوا يعني من مدينه الى مدينه، تقريبا راح من دبي راح لابو ظبي وراح من الشارقه، يعني
ليش الكلام هذا كله بالأخير؟ المنتخب هذا منتخب 30 مليون، ليس منتخب للعيسي أو الباشنفر أو الشيباء أو الشيباني، لا. يعني مهزلة أنك يعني تأكل 10 أهداف دون أن يعني الفرحة منتظرة لها من سنوات التأهل لآسيا. لكن ليست هي المرة الأولى لمنتخب الوطني في مشاركات الخارجية التي يخفق فيها، ربما في المشاركات السابقة أيضا في كأس الخليج لم يحقق حتى نقطة، لم يتعادل في أي مباراة. لا، احنا كنا نهتف عندما تمزق المنتخب التشيكي سكوب، كلنا تاثرنا عندما يعني فسخوا عقد التعاقد مع سكوب. ظهرنا معه في خليجي 22 تقريبا، ظهرنا معه يعني مظهر مشرف. صحيح ان احنا يعني لما نتاهل الدور الثاني من البطوله، لكن كان جارينا المنتخب السعودي، يعني تعادلنا مع المنتخب القطري، تعادلنا مع المنتخب البحريني، كان اداء مشرف. المشكلة انهم الان اتخذوا من المنتخب اليمني اتخذوا مني تجارة. هو لا يهمهم سعادة الجمهور، لا يهمهم المستويات الذي يفوز بها او يخسر فيها. بعدين يعني دائما يبررون الكلام ويقولون ايش العيسي يصرف على المنتخب من جيبه. ما قال هذا الكلام. الاتحاد الاسيوي يعني يعطي ملايين، والفيفا تعطي ملايين، بخلاف المساعدات التي نتلقاها من بقيه الاتحادات المجاوره. طيب يعني اذا ما تحدثنا عن الحلول الممكنه والمعالجه، بما انك مهتم بالشان الرياضي يعني يبدو من المعلومات التي لديك، برايك ما الحل الذي يمكن فعله لتحسين اداء المنتخب؟ الحل اول حاجه ان العيسي يقدم استقالته مع جميع الطاقم، لانه اعطى الخبز لخبازه. يا اخي الذي ماسكين الاتحاد ناس غير مؤهلين، ما بشلهم اي علاقه بالرياضه، هذا اول هام. ثاني هام، لازم يعني صحيح ان الظروف الان الذي يمر بها اليمن ظروف يعني لا يحسد عليها، لا يوجد يعني دوري، لكن في معانا الان 9 محترفين في قطر. صحيح ان قطر ليست البرازيل، لكن مع ذلك اللاعب يدخل وهو لا يوجد لديه اي ثقه بالفوز. لماذا؟ لانه لا يوجد، لا هم يحسون انه الاعداد الذي يعمله ما يأهلش انك تفوز حتى على فتنه، وليس على العراق ولا على ايران. شكرا لك يوسف. اتصال اخر. فؤاد اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فؤاد، برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق المنتخب؟ المسؤولية الأولى التي تحملها في إخفاق مشاركة المنتخب الأخيرة في كأس آسيا لا شك وبدون أي مبالغة منهم حتى وإن كذبوا هو رئيس الاتحاد الأمني لكرة القدم أحمد صالح العيسي، والأمين العام للاتحاد حميد شيباني وحسن باشنفر. هؤلاء هم المسؤولين الأولين عن إخفاق مشاركة المنتخب في كأس آسيا، وسواء في هذه المشاركة أو المشاركات السابقة الذي شارك فيها المنتخبات سواء الشباب أو الناشئين أو الأولمبي أو الوطني. طيب برأيك الاتحاد اليمني ورئيس حميد شيباني وحسن. طيب برأيك ما الذي يمكن فعله لتحسين أداء المنتخب؟ لا يوجد اصلا كثره الاكاذيب والحلول التي يضعونها دائما عندما يبحثون عن حل يعطون مثلا يرمون التهمه على المدرب. مثلا فترات سابقه رمون التهمه على المدرب امين السنيني فقدم استقالته. فترات سابقه قاموا بتطفيش المدرب الذي يحبه اليمين جميعا، مدرب سكوب، مدرب البحرين حاليا الذي تاهل معه منتخب البحرين للدور الثاني. الحلول التي يمكن ان تبغي فقط هؤلاء يقدموا استقالتهم ويتركوا المجال لمن هم اكفى منهم اداريا. هؤلاء ليس لهم علاقه بكره القدم، هؤلاء فاسدون. طيب ايضا قبل الاتحاد الحالي لكره القدم كانت هناك اداره سابقه للاتحاد ولم تحقق المنتخبات اي انجازات، ولكن كانت افضل نتائج المنتخبات كانت افضل. بالله عليك منتخبنا اليوم يخرج من كاس اسيا بسالب 10 اهداف دون تسجيل اي هدف، عقم هجوم واضح. يعني حتى استقدام المدرب قبل البطوله في شاه الابقاء على المنتخب في المملكه العربيه السعوديه المفترض كان ان يعسكر في قطر او في اي دوله اخرى اقامه مباريات وديه مع فرق او منتخبات لها شانها، يقوم بالكذب على الرياضيين وعلى الجمهور اليمني باقامه مباريات وديه هابطه مع فرق من الدرجه المصريه الثانيه او فرق ماليزيا، يعني فرق مصريه لا نسمع بها ابدا هذه الفرق.
المفروض منتخبنا يقام مباراة ويعسكر مباراة ودية مع منتخبات لها فوق لها شأنها الكروي. استخدام مدرب قبل البطولة بسنة يعني كذب وهراء. سبق وأن قام حميد شيباني بتصريح قبل فترة وقال أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي يمنع الدعم عن الدول أو المناطق التي يوجد فيها حروب، ولكن ظهر في فترة قريبة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول أنه يدعم الاتحاد اليمني مبلغ مليون دولار وأكثر سنويا. شكرا جزيلا لك فؤاد. من عمان ينضم إلينا الزميل الصحفي الرياضي الأستاذ وليد جحزر، أهلا بك وليد. حياك الله سامي. بداية كيف تابعت مشاركة منتخب الوطني في كأس آسيا، وهل كانت متوقعة هذه النتائج التي خرج بها المنتخب؟ والله يعني تابعناها بتطلعات، كان يحدونا أمل أن يظهر المنتخب اليمني بصورة طيبة خصوصا في مثل هذا الظرف الذي تعيشه اليمن، والجمهور اليمني متطلع وشغوف للفرحة ولتحقيق نتيجة جيدة خاصة من بوابة كرة القدم على وجه التحديد. لكن أخي سامي كما شاهدت وتابع كل الجمهور اليمني النتائج جاءت مخيبة للآمال، ولم يقدم المنتخب ما يستحق ذكره. ظهر المنتخب اليمني فاقد كل شيء، يعني كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن كان المنتخب فاقد لكل شيء. حالة توهان في أرضية الملعب، تلقى خسائر بنتائج ثقيلة، 10 أهداف في 3 مباريات، كل المباريات يعني لم نشاهد فيها منتخب يرقى إلى مستوى الآمال، منتخب هزيل ضعيف. واضح أيضا أنه لم يعد بصورة جيدة. واضح أيضا يعني أن القائمين على المنتخب بشكل عام كان لديهم عدم استشعار لمسؤولية معنى الوصول لنهائيات آسيا. طبعا اتحاد القدم أو المعنيين بواقع كرة القدم يلقون بالمبررات على شماعة الظروف وعدم وجود دوري والتحديات التي ترافق واقع المنتخب اليمني، لكن في حقيقة الأمر هناك مشكلة كبيرة في واقع المنتخب اليمني على وجه العموم. تتمثل هذه المشكلة في عدم التحرك بشكل جاد في وضع آلية لتطوير كرة القدم بشكل عام، سواء في الفئات السنية الناشئين والشباب والأولمبي، والأخذ بيد هذه المراحل لوصول المنتخب الأول، ومن ثم ظهور منتخب جيد يستطيع أن يقدم نتائج مرضية في كل الأحوال. ما شاهدناه يعني نحن أحيانا لا نطالب المنتخب اليمني بالتفوق يعني بالقفز على واقعه، لكن كان ممكن أن يكون في وضع أفضل مما شاهدناه، يعني لا يكون في حالة موات كلي. كان منتخب يعني يمكن القول أن الضرب في الميت حرام. طيب. للأسف يعني غابت المسؤولية، غاب الاستشعار لدى القائمين على القرار الكروي، وكانت هذه الصورة السيئة كليا والمرارة والخذلان والتي طيب وليد أناقشك في نقطة أنت أشرت إليها ربما من المبررات المطروحة من قبل مسؤولين اليوم على وضع كرة القدم في البلاد، أنه عدم وجود دوري في البلد بسبب الظروف الحالية، لكن معظم لاعبي المنتخب هم الآن محترفين في دوريات خليجية، ربما نسبة كبيرة منهم مثلا على سبيل المثال في قطر، هذا قد سيكون أنهم يلعبوا في دوريات أهم، ربما نقطة إيجابية يفترض. هذا الذي كان يفترض، يعني يفترض انه يتم استغلال وجود اللاعب الذي يلعب في دوري خارجي، ولكن ما هو واقع متابعة اللاعب المحترف في الخارج؟ لا نعرف ما هي الآلية التي يعتمدها اتحاد القدم في مسألة التواصل مع اللاعب الموجود في أندية خارجية. اولا الذي ظهر على أرضية الملعب فريق مشتت، الذي ظهر ايضا انه وكأن هؤلاء اللاعبين لا يعرفون أبجديات كرة القدم، لكن يعني ضمن التشكيلة الحالية للمنتخب التي لعبت في الإمارات معظم اللاعبين يلعبون في دوريات خارجية الآن.
عفوا سامي ما اسمعك. معظم اللاعبين الذين شاركوا في كاس اسيا في الامارات معظمهم يلعبون في الخارج الان في التوقيت الحالي. نعم هو انت يعني اذا انت هل ينتهي كل شيء اذا انت لعبت مع انديه او تواجدت مع لا هناك يعني اولويات لابد ان تتخذها عندما تكون في المنتخب الاول يعني يختلف واقع اعداد المنتخب الاول عن مساله وجود لاعب منخرط في نادي او مع يعني مع دوري معين خارجي هناك يجب ان يكون هناك متابعه يجب ان تكون هناك معسكرات تحضيريه صحيحه يجب ان تكون هناك لجنة مشرفة على اللاعبين المتواجدين في الخارج يجب أن يكون هناك برنامج تحضيري جيد يجب أن يكون هناك حالة قرب من اللاعبين سواء كانوا في أنديتهم خارجيا أو خلال أو مع اللاعب الداخلي الموجود في أندية محلية أيضا يجب أن يكون هناك جهاز فني يعني يتم التعاقد معه بصورة مبكرة جهاز فني أيضا منسجم يعني لاحظنا أنه المدرب من مكان والمعد البدني من مكان ومدرب الحراس من جهة والمساعد المدرب يعني فيه هناك أولويات في مسألة إعداد المنتخبات هذه الدرجة الأولى هذا غاب كليا عن منتخبنا هذا جانب. الجانب الثاني هناك مشكلة أنا أتوقع لدى القائمين على القرار الكروي بصورة عامة يعني لا جديد ممكن أن يذكر كل الواقع يعني لا نزال في محل كثير صحيح أن هناك ظروف لكن نحن نريد أن نبتعد عن المبررات هناك منتخبات كانت تعيش ظروف أقصى ربما من واقع المنتخب اليمني وقدمت نتائج على سبيل المثال العراق سنة 2007 على سبيل المثال سوريا في تصفيات كأس العالم الأخيرة نحن لم نكن نطالب منتخبنا أن يكون ند في نهائيات آسيا أو يصل للمربع الذهبي مثلا أو دوري الثمانية نحن كنا نريد طيب ربما أيضا المنتخب السوري أيضا في كأس آسيا وليد بمعنى سوريا ربما سوريا بمعنى ظروفها ربما مشابهة لليمن أيضا المنتخب السوري صحيح أنه حقق شيء ملفت للانتباه في تصفية كأس العالم لكن في كأس آسيا كيف يبدو لك أداؤه؟ لا هو أنا بمعزل لا أتحدث الآن عن مشكلة منتخب سوريا وضع آخر منتخب سوريا وقع في نفس الفخ الذي وقع فيه المنتخب اليمني وإذا سألتني ما هو هذا الفخ سأقول لك مثلا سوريا غيرت الجهاز الفني الذي استطاع إيصال المنتخب السوري للنهائيات قبل بدء يعني الذي استطاع إيصال المنتخب المدرب الوطني فجر إبراهيم ثم جاءوا بمدرب خارجي وأجنبي وبعدين اضطروا مرة أخرى إلى استعادة المدرب فجر إبراهيم هذه مشكلة مثلا على مستوى القرار الكروي أيضا هو نفس المشكلة التي الفخ الذي وقع فيه المنتخب اليمني تم تكرارهم عن المنتخب السوري أيضا نحن نفس المشكلة استدعى المدرب الذي صعدنا إلى نهائيات آسيا استغنينا عن الجهاز الفني وكان يفترض أن نستدعي جهاز بصورة مبكرة جهاز فني بديل بنفس يعني بعد إقالة الجهاز الفني السابق إذا كنا نرتقي أن المدرب غير مؤهل يعني يخوض معنا نهائيات آسيا المشكلة في كل الأحوال هناك خلل شامل في واقع كرة القدم اليمنية أنا أتصور أن هناك حالة تكلف في قيادات كرة القدم يجب أن يكون هناك وقفة حازمة من قبل الحكومة اليمنية في التعامل مع واقع كرة القدم وأيضا في مسألة إحلال هذا يعني العمل على إحلال وإيجاد قيادات كروية تكون على مستوى المسؤولية بالدرجة الأولى أيضا تقصد كوزارة الشباب والرياضة يعني لأنه أنت أشرت إلى نقطة الحكومة وبالتالي الحكومة لا علاقة ربما بوزارة الشباب والرياضة نعم أعتقد أن الحكومة هي التي تمول واقع كرة القدم يفترض أن تكون مسؤولة بالدرجة الأولى أيضا وأيضا هي حلقة وصل بين الأندية والأندية هي التي تختار قيادة اتحاد القدم بالانتخاب وأعتقد أن قيادة اتحاد القدم قد أخذت الوقت الكافي يعني لدينا قيادة في اتحاد القدم منذ 14 عام يجب الآن أن ننادي بالتغيير وأن نطالب هذه القيادة التي شاخت ولم تعد تستطيع أن تقدم شيء للمنتخب اليمني وجرعت الجماهير اليمنية المرارات في مختلف البطولات الكروية
سواء الخليجية أو القارية أو الدولية، يجب أن تكون هناك وقفة حازمة للتغيير. كيف يأتي التغيير؟ من خلال الأندية والجمعية العمومية. أما أن تظل حالة الكولسة والسيطرة على القرار الكروي وشراء الذمم وشراء كل شيء بالمال، ثم تبقى هذه القيادة على واقع اتحاد كرة القدم دون أن يحدث تغيير، ويتجرع المواطن اليمني القهر على المدرجات وخلف شاشات التلفاز، هذه مسألة يعني لم تعد مقبولة اليوم. أنت في عالم متطور، عالم كرة القدم يحتاج إلى عمل أكبر، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى احترام لمسألة تواجدك مع المنتخبات الكبيرة، ويحتاج أيضا إلى برامج واضحة وشفافة. اليوم نحن لا نعرف كم ينفق اتحاد القدم، كم يتلقى من أموال، أين يذهب الدعم الذي يقدم له عبر قنوات الفيفا. هناك أشياء كثيرة في واقع كرة القدم لم يعد أحد يسأل عنها بسبب الحرب أو بسبب الظروف التي تعيشها البلد، لكن هذا لا يجعلنا بمعزل عن مراقبة كرة القدم. كرة القدم اليوم تمثل فرحة للناس، يعني إذا كنت أنت تستطيع أن تفوز فتستطيع أن توحد المشاعر اليمنية المتشظية اليوم بفعل الحرب ما بين الشمال والجنوب وما بين الشتات في الداخل والخارج. أشكرك الزميل الصحفي وليد جحزر من عمان. كرة القدم اليمنية عودة محترمة، فأنت تجمع الناس حولك بشكل صحيح. صحيح. فأنت تعيد الفرحة للناس تحت شعار الجمهورية اليمنية اليوم. هذا إذا كانت هناك إذا كان هناك إدراك لما تقوله من قبل المسؤولين المعنيين اليوم في ملف الرياضة في اليمن. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي من عمان وليد جحزر. حول الموضوع أيضا نستعرض معكم بعض التعليقات من فيسبوك. محمد يقول: عندما نشاهد منتخبنا بهذه الهشاشة يبلغ من الغضب مبلغه، فنفرغ طاقاتنا المشحونة على اللاعبين ملقين على أكتافهم المنهارة كل أسباب الهزيمة، ذلك أن نظرات النتائج محصورة بأرضية الملعب. سأقرأ الفقرة أيضا الثانية لأن الخط غير واضح. إذن السبب خسارة المنتخب في كأس آسيا هو نفس السبب منع وزير الشباب والرياضة من دخول بلد المستضيف. لو نعد المشاركة الأولى لم أكمل. شباب يقول: سبب خسارة المنتخب هو نفس سبب منع وزير الشباب والرياضة من دخول بلد المستضيف، أيضا هو نفس خسارة الريال اليمني، هو ذات السبب. الحكومة التي رأيتها انتصار لا يهمها انتصار وطن ولا يهمها فوز منتخب. شاركة ثانية. أنور يقول: نحن بحمد الله مجتمع حظينا بهامش ديمقراطي، جعلنا دوما نحمل مسؤولين عن رياضة مباشرة مسؤولية الإخفاقات ولا نلقي باللوم على اللاعبين أو المدرب كما يفعل جيراننا، مع أن اللاعب كان عليه أن يظهر بشكل أفضل من هذا كما هو حال الطالب اليمني المتفوق في كل جامعات الدنيا رغم تخلي المسؤولين عنه. أيضا المغترب اليمني يكافح ويجتهد ليجد نفسه مكان بين الشعوب بين محل، ومثلهم أيضا التاجر اليمني والمهندس والطبيب في كل مكان نجده لا يترك نفسه لرياح الإخفاقات والنكسات والخيبات مثلهم اللاعبين. كنا نتمنى أن يبذلوا الجهد مع أننا لا نحملهم المسؤولية. ربما أنور ذهب إلى غير ما ذهب له الكثير بتحميل المسؤولين المسؤولية سبب الإخفاق حمل اللاعبين. مشاركة أخرى. الأستاذ خالد الرويشان يقول: المنتخب وفار الخرائب، لا تلوموا منتخبنا بل لوموا المنتخب الوطني السياسي اليمني الفاشل. أولا حالة منتخب كرة القدم هي في النهاية انعكاس لحالة المنتخب السياسي التائه. المنتخب الكروي الشاب مشتت بين إدارة الانقلاب في الداخل وإدارة الشرعية في الخارج. السؤال: ماذا قدم التحالف الشرعي للمنتخب الوطني اليمني لكرة القدم تدريبا وعناية وتأهيل وهو في ضيافتهما وتحت رعايتهما؟ لن أقول ماذا قدم انقلاب الحوثي للمنتخب لأنه لم يقدم شيء، هو لا يقدم بل يأخذ، خلق ليأخذ بأسنانه القارضة مثل فأر الخراج. مشاركة أخرى. أحمد يقول: على الاتحاد اليمني لكرة القدم أن يقدم استقالته أو يتم إقالة وزير الشباب والرياضة. الفيفا ترفض تدخل الحكومات في عمل رئاسة اتحادات اللعبة، هذا هو الواقع. صحيح. عزيز يقول: أحسن شيء في المنتخب اليمني أنه يجعلك تشوف المباراة وأنت بارد الحال من دون تعصب، لأننا عارفين بنتائج المباراة مسبقا وهذه ميزة كبيرة يحلم به مشجعي المنتخبات الأخرى. لا أعتقد يا عزيز أنك كنت بارد وأنت تتابع المباريات. لدينا اتصال. سلطان. سلطان أهلا بك. سلطان
السلام عليكم ورحب فيك أخي سامي ورحب في مستمعين قناة بلقيس الفضائية. ونحن نرحب بك في قناة بلقيس. إخفاق المنتخب اليمني في بطولة كأس آسيا وهي اللي نشارك فيها الأول مرة في تاريخ اليمن، فكان غير مستغرب يعني من المنتخب اليمني أنه يظهر بهذا السوء وبهذه النتائج، لأنه من بعد أن تأهلنا في عام 2018 شهر 4 لم يقدم الاتحاد اليمني أي شيء للمنتخب أن ينخرط بصورة مشرفة، أنه أقال المدرب الأول وبعدين لم يعني يتعاقد مع مدرب جديد لكي يجهز المنتخب للمعسكرات ومباراة ودية وأي شيء يعني يبخر وجه مشرف للكرة اليمنية، بل كان هناك إهمال ولا في أي شيء يعني يشجع الشعب اليمني أن المنتخب سيظهر في بطولة آسيا يعني بمنظر يعني يليق بالجمهور اليمني الذي يحب الكرة يعني ويشجع المنتخب من كل روح. كنا نتمنى من الاتحاد اليمني أن يتعاقد مع مدرب جيد وأن يحضر مباريات ودية وأن يعني يكون معسكرات على مستوى، بالعكس أنه يعني قدام قدام البطولة بشهرين أحضر لنا مدرب لم يوفر له معسكرات جيدة، انه قاعد يعني في الرياض لين قبل البطوله بعشرة ايام وذهب الى ماليزيا ويلعب مع فرق ماليزيا لم نعرفها، وان البطوله يعني الكل يعرف ان الكره الماليزيه لم تكن موجوده في بطوله كاس اسيا، وكان متوقع يعني من الاتحاد اليمني ان يظهر المنتخب حقنا بهذا الشكل. طيب حتى لا نهضم اللاعبين والمنتخب واداره المنتخب، هو وصول المنتخب بحد ذاته الى كاس اسيا انجاز يعني في ظل الوضع الحالي يعني. إنجاز أنا كان بالنسبة لنا أن يظهر مظهر يعني مشرف، اللعيبة لا نحملهم ولا طاقة لنا به، يعني اللعيبة قدموا اللي عليهم ونشكرهم يعني هذا اللي عندهم قدموا، بس إدارة الاتحاد الكرة لم تقدم أي شيء، يعني لم نشوف معسكرات، لم نشوف مباراة ودية على مستوى عالي، بداية نحن نعرف المجموعة جمعتنا مع منتخب الإيراني والمنتخب العراقي والمنتخب الفيتنامي، بالعكس احنا يعني كرتنا اليمنية ممكن أفضل من الكرة الفيتنامية، وشفنا أمس المباراة لم يقدموا في أي شيء، يعني كان منتخب إذا تحسه مشتت، لم يكون عنده المدرب يعني لم يحمل المدرب ما حصل، لأن المدرب له شهرين ما يقدر يجيب لك توليفة أو تشكيلة يعني مناسبة للمنتخب أن تظهر بمستوى مشرف، بالعكس المدرب عمل اللي عليه واللعيبة عملوا اللي عليه، فنحن نتمنى من الاتحاد اليمني أن يقدم لنا أفضل، ولم عنده ما لم يقدم للكرة اليمنية أفضل فهو يقدم استقالته ويقول خلاص أنا شكرا قدمت اللي علي، وخلي عندنا نجوم ويرأسوا الاتحاد ويقدموا لنا، ممكن يهتموا بالمواهب الصغيرة، بالعكس شفنا منتخب الناشئين بالتصفيات كأس آسيا يعني ظهر بمستوى مشرف، كنا نأمل أن يهتموا بالمنتخب الناشئين، بالعكس أهملوه وأقالوا المدرب قبل مشاركة البطولة ولم يقدم لنا أي شيء، وهذا هو المحتاج يعني من الاتحاد برئاسة الشيخ حمد صالح العيسي ونائب حسن باشنفر وأمين الاتحاد وأمين العام الكرة اليمنية حمد شيباني، يعني نقول لهم جزاكم الله خير كفيتوا وفيتوا اتركوا المجال من بعدكم أن يقدم للكرة اليمنية. طيب ماذا عن وزارة الشباب والرياضة والحكومة ومسؤوليتها في هذا الموضوع؟ الحكومة لم تقدم أي شيء يا صديقي. طيب ما أهمية أن يكون هناك وزارة للشباب والرياضة إذن؟ ما يعني عندنا وزارة بس كذا يعني منظر، نحن عندنا وزارة منظر ما في اهتمام يا صديقي. عام 2014 قدمنا مستوى مشرف في بطولة كأس الخليج ولم يقدموا للعيبة إلى الحين المكافآت حق بطولة 2014، لم يقدموا لهم المكافأة حق سبب تأهلهم يعني لأول مرة يشرفوا الكرة اليمنية، وش تتوقع من اللاعب وش يقدم لك؟ يعني بالعكس نحن شفنا تصاريح للاعيبه يقول لك احنا يعني كثر الله خير ان احنا نجي ونخدم المنتخب ونقدم اللي علينا، يعني ليش نلوم ما نلوم اللاعيبه؟ اللاعيبه ما لهم اي ذنب. صحيح، شكرا لك. اتصال اخر احمد من بيروت، اهلا بك احمد. أحمد تقييمك لمشاركة المنتخب في كأس آسيا وبرأيك من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟ في كأس آسيا وبرأيك من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟ مرحبا أخي سامي، أسعد الله مساءك وأسعد الله مساء مشاهدينا الكرام. لم يكن بالإمكان أفضل مما كان، اللاعبين بصراحة قدموا حاول لكن
فوارق الاستعداد كانت واضحة بحكم الظروف والأوضاع الراهنة. المسؤولية جماعية بداية من الاتحاد واللاعبين والجهاز الفني والإداري، ولكن كما يعلم الجميع عدم وجود مسابقات محلية ودولية منتظم، كذلك افتقاد اللاعبين للخبرة غير الكافية في مثل هذه المسابقات الكبيرة، والإصابات التي طالت أهم لاعبين برغم الحارس إبراهيم عياش، وعدم توفيق المدرب لاختيار العناصر الجيدة. هل تعتقد أن المدرب هو في ظل غياب المسابقات المحلية هل هو من يختار اللاعبين؟ لو تسمعني يا أحمد من الهاتف تخفض صوت التلفزيون عشان الصدى. أحمد اسمعني من الهاتف. لكن كما أعلم جميع منتخبنا لا يكاد يكون من المجاملات وبعض الوساطات من عناصر الاتحاد. الو احمد تفضل، ما زلت معنا على الهواء، تفضل احمد. تفضل. ما زلت كما قلت لك المنتخب يحتاج الى تغيير جذري من لاعبين ومدربين، كذلك الاتحاد يجب اعاده هيكلته. طيب شكرا جزيلا لك احمد من بيروت. اتصال اخر، فارس الحشدي من المملكه العربيه السعوديه، اهلا بك يا فارس. الو السلام عليكم اخي سامي. وعليكم السلام فارس، كيف تابعت مشاركه المنتخب في كاس اسيا وبرايك من يتحمل مسؤوليه هذه النتائج؟ اخي سامي اول مره احييك واحيي البرنامج واحيي كل المشاهدين في البرنامج قناه بلقيس. شكرا لك. برنامج المنصه. شكرا لك. فاخي سامي ما ندري فين نبدا في الموضوع. فالخسارة خسارة قوية على المنتخب اليمني وعلى الاتحاد اليمني كامل. اللي يتسبب في الخسارة ويتحمل المسؤولية كاملة يتحمل الاتحاد اليمني على رأسهم الشيخ العيسي. ألو. طيب فقط الاتحاد من يتحمل مسؤولية، ماذا عن يعني مع انه البعض يحمل لاعبين، البعض يحمل المدرب والجهاز الفني، البعض يحمل ايضا وزاره الشباب والحكومه والتحالف والحوثيين. اخي سامي شوف، لا الدوله لا ما لها اي علاقه في نفس المنتخب ولا شيء. اللي يتحمل المسؤوليه اللي هو رئيس الاتحاد الشيخ العيسي، والاداره كامله اللي هي تدير الاتحاد وتدير المنتخب. زي ما اقول لك 70%، انا اتكلم عن رايي هذا، 70% تحمله المدرب محمد النفيعي. محمد النفيعي تحمل 70% لانه عارف لعيبه اليمن كامل، وعارف من اختار وعارف من استبعد، وكل شيء كل شيء بيد النفيعي. المفروض يتحمل 70% المدرب الاستاذ محمد النفيعي، لانه استبعد من افضل اللعيبه في اليمن. من افضل اللعيبه في اليمن اللي هو محمد الداحي، زي المهاجم قيراوي. يعني والله ما اقدر. طيب فارس برايك ما الذي كان يمكن فعله لتحقيق نتيجه معقوله للمنتخب في هذه المشاركه؟ يعني اخي سامي شوف، قبل سنه المنتخب صفى وتاهل لنهايه كاس اسيا، وهذا انجاز يحسب له في ظل الوضع الحالي. هذا إنجاز يحسب للمدرب الأثيوبي، لا يحسب لأي إدارة، لأنه فعل ذاتي. لا أتدخل في لا إدارة ولا أتدخل في شيء. المدرب اشتغل وتعب فيه ووصل لهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى وفق المدرب هذا وأعطيه شيء يستاهله. إلى حد الآن إلا وقف لعند المدرب الأثيوبي. لو كان المدرب الأثيوبي استمر في نفس التدريب ونفس النسق للمنتخب، اعتقد ان كان المنتخب في وضع جيد جدا جدا جدا، لانه عارف كل لاعب وعارف كل امكانيه اللعيبه وعارف كل شيء وكل لاعب ما يحتاجه. انما يجي مدرب من البرازيل يقعد شهر يستلم المنتخب، ما يقدر يسوي تنسيق في المنتخب، ولا يقدر حتى يحفظ اسماء اللعيبه، ولا يقدر حتى ينسق في الاداره او الجهاز الفني او كل شيء. فالتنسيق كامل
هو بيد الاستاذ محمد النفاعي، وهو اللي يستبعد اللعيبه واللي يجيب اللعيبه. اعتقد المنتخب كان 7 لعيبه و8 لعيبه عندهم اصابات، فخليهم زي ما هم، وقاد المنتخب الى شيء فضيحه الصراحه، هذه فضيحه. شكرا لك فارس من المملكه العربيه السعوديه. من خلال الواتساب نستعرض بعض المشاركات حول الموضوع. أنا أن بيحصل هذا الإخفاق الكبير الذي لا يليق بالكرة اليمنية من قبل أن تبدأ البطولة، وكنا متوقعين هذا المستوى وهذا الإخفاق، لأنه لم نرى أي شيء من بعد تأهلنا في شهر 4/2018، لم نرى أي شيء من الاتحاد اليمني لكرة القدم أنه المنتخب اليمني بيكون في صورة مشرفة في كأس آسيا، لأنهم لم يحضروا مدرب بعد البطولة على طول، أغالوا المدرب الأول ولم يحضروا مدرب، لم يقيموا معسكرات بمستوى المنتخب اليمني، لم يقوموا مباريات ودية، لم يكن في انسجام في اللعيبة. اللعيبة آخر لاعب انضم قبل البطولة حوالي 5 أيام الكابتن عبد الواسع المطري، مباراة ودية قبل مباراتين أو 3 ودية قبل البطولة، فهذا شيء مخجل للأسف. فكنا نتمنى من الاتحاد السعودي، من الاتحاد اليمني لكرة القدم، أن يبادر وأن يقدم لنا مدرب قبل البطولة، وأن يقف على استعداد اللعيبة، وأن يظهر الكرة اليمنية يعني مظهر مشرف. أولا مجموعتنا قوية، مجموعة تضم إيران والعراق وفيتنام، العراق وإيران منتخبات منافسة على اللقب. ثاني شيء المنتخب الفيتنامي منتخب متطور وقوي، ومن سبب الإخفاقات هو المعسكر، تخبط في المعسكر والمباراة الودية التي كانت المفروض أنهم يلعبوا 3 مباريات في قطر وتم إلغائها، وهذا أكثر شيء أثر على المنتخب وأثر على اللاعبين وعلى المدرب كيف يتعرف على اللاعبين، ومدرب جديد في 2 شهر، هذا شيء متوقع. أعتقد هناك مشكلتين هي جوهرية وأساسية. الجوهرية هي تقريبا هو سبب هو الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي لم يقدم شيء، أعتقد هو على مدى 10 سنوات وهو يرأس الاتحاد لم يقدم شيء للمنتخب اليمني، وكذلك لأنه أعتقد قبل كل بطولة يأتي بمدرب قبل البطولة بشهر أو بنص شهر، يعني لا يستعد قبل البطولة بفترة بشهرين بثلاثة أشهر بأكثر. والمشكلة هذه الجوهرية أعتقد هو السبب الاتحاد، وهو السبب أيضا في المشكلة الثانية الأساسية الذي هو يعني على مدى هذه الفترة وهو يترأس الاتحاد اليمني لم يقم ببناء أكاديميات وأشياء تفيد يعني منذ الصفر، يعني لم يوضع خارطة الطريق للاتحاد اليمني أو للكرة اليمنية. المفروض أن تكون هناك خارطة طريق تبدأ من اهتمام. إذا تابعنا هذه المشاركات من خلال الواتساب للبعض حول موضوع هذه الحلقة، حول لماذا أخفق المنتخب الوطني في مشاركته الأخيرة والتي كانت هي الأول مرة في كأس آسيا. انتهت هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.